بتهيألي كمان أنت حكيت عن المشناة وعن التوسيفت اللي هي الكلمة العبرية اللي بنفهمها يعني الإضافات، زي ما أنت ذكرت الأبندكس اللي هي كانت يعني تقليد وتعليم بيمشوا عليه اليهود. ولكن برضو إذا ممكن، لأنه ذكرت أنا في بداية يعني قبل ما أستعرض السؤال ذكرت التلمود الأورشليمي، التلمود البابلي، المدراش، كل هاي الأسماء اللي بنسمعها دايما، إذا ممكن توضح لنا إياها أخ مكرم. حاضر، بس أقول كلمة إنه اسم التوسفتا اللي قلناها هو نفس الكلمة أرامية، يعني مثل ما تفضلت تسافت في العبري ولكن اسمه تسافت الاسم الأرام، فهذا برضو بفرجيك قديش اللغة الأرامية كانت داخلة في المواضيع. وفي قسم منها من هاي الكتابة في التوسفتا كمان برضو أرام غير من بعدها بيبدأ بجمع لأقوال وأعمال خمس أجيال من أحبار اليهود اللي كانوا موجودين في إسرائيل في منطقة يعني بلادنا الأراضي المقدسة في هاي الفترة، وظلوا يعني يتحدثوا ويتناقشوا لحد ما في القرن الخامس للميلاد جمعها يعني جمعت هاي الأقوال وسميت التلمود الأورشليمي على أساس أورشليم، بس ما كانتش أورشليم موجودة بذلك الوقت، ولكن يسموا كمان التلمود الفلسطيني، ولكن هي كمان مؤسسة التلمود البابلي والأورشليمي اللي رح نحكي عنهم مؤسسين على المشناة، يعني بأخذوا الفقرة تبعت المشناة اللي هي بالعبري وبيشرحوها بالأرامي، وعلى هذا الأساس يعني هذا هو شرح التوراة، لأنه المشناة هي شرح للتوراة، التلمود شرح الشرح. من بعدها طبعا التلمود المشهور اللي اسمه التلمود البابلي، وهذا يعني نتاج أقوال وأعمال سبع أجيال من أحبار اليهود، لكن اللي كانوا ساكنين في منطقة العراق اللي كانت تسمى بابل في ذاك الوقت كمان، وهو بمحص كمان السنن والشرائع اللي في المشناة، وهو هذا بالذات اللي كتب أو أكثر كتاب ذكر الرب يسوع باسم محرف اللي هو يشو، ولكن ذكر أسماء اسمه وذكر بعض أعمال. من بعدها في عندنا مجموعة أخ مكرم من الكتابات تسمى آسف أخ مكرم، بس لأنه أنا فاهم عليك في اللغة العبرية يشو. نعم. طبعا هي كلمة صعبة جدا، هي عبارة عن شتيمة يهودية مش عاوزين يلفظوا اسم يشوع العين بالآخر يشو. نعم. يعني يمخى ذخرو شمو وذخرو، يمحى اسمه. نعم. وذكره، يعني. نعم. لما يذكر اسم يسوع يمحى اسمه وذكره يعني، فطبعا تعتبر شتيمة. آسف أخ مكرم، بس عشان كنت حابب أوضحها لأحبائنا يمكن اللي مش فاهمين اللغة العبرية. تفضل كمل. لا مهم جدا هذا الكلام، رغم أنهم في التلمود ما قالوا التوضيح اللي حضرتك تفضلت فيه، وإنما قالوا في كتابات أخرى بسموها تلدوت يشو، كتابات متأخرة أكثر، لكن الإشي الغريب أنه في التلمود الكل اسمه يهوشوع أو يشوع، ولكن بس الرب يسوع يذكر كيشو بدون العين، فبروح فكرة الخلاص، لأنه يشوع يعني مخلص، إن كان بتقيم العين وبتقول له يشو إذن ضربته من ناحية ما يعني الاسم ما لهش معنى وفيش فيه خلاص، وعمليا ضربوه. وبعدين طبعا قالوا أنه هذا استنبطوا منه يعني رؤوس أقلام لثلاث كلمات اللي هي شتيم. وطبعا يعني كل المحور أنه كل الهجمات هو حول موضوع واحد، موضوع الخلاص وموضوع الفداء إلى يومنا هذا بشتى الوسائل وبكل الطرق يحاولوا أن طبعا أنه ينزلوا من قيمة كلمة الله أو موضوع الفداء.